كده. الثاني رجل بايع امامه لا يبايعه الا لدنيا، ان اعطاه منها رضي وان لم يعطه منها سخط. واحد انتخب واحد لما رشحوا نفسهم، ما انتخبوش عشان يحكم كتاب الله وسنة رسوله، لا انتخبوا عشان قرشين او عشان يشغل ابنه او عشان يشوف له هو شغله، ما ادالوش صوته على زعم انه يأمره بالكتاب والسنة زي ما هو ماشي النهاردة. يجيب العشرة جنيه يقصها حتتين، حتة يديها له قبل ما يدخل الصندوق وحتة يديها له بعد ما يطلع من الصندوق يلحمها له. انتخبته ليه وانت عارف ان هو خمردي وما يعرفش ربنا؟ اقعد في بيتك يا اخي، ما تروحش تنتخب، هيعملوا لك ايه؟ ما تروحش يا اخي تودي نفسك في داهيه تروح تنتخب واحد خمردي او واحد طول النهار ما للشغل غير الشيش بيش على القهوه او ناس من المرتزقه، تروح تنتخبه ليه؟ اقعد في بيتك، هيجي لك غرام 100 جنيه ادفع جنيه، انما ما تدخلش جهنم، ما تبقاش من الاصناف الثلاثه. بايع امامه لا يبايعه الا لدنيا عشان يشغله عشان يشوف له شغلانه. وده اللي ماشي، ده اللي ماشي. ما فيش ولا واحد منهم في مجلس الشعب يقول عايزين نحكم كتاب الله، غير اثنين او ثلاثة ويمكن ما يحصلوش ثلاثة، والباقي كله ايديه تتهرم التصفيق، ما فيش حاجة، والحكاية كلها ماشية، والذنب برضو احنا المشتركين فيه. ولذلك الانسان بيحمد ربنا انه عمره ما راح لجنة من لجان الانتخابات. ليه؟ كده ربنا اكرمه، بيقول لك ده راجل دخل السجن سياسي يبقى يحرم من الايه؟ من الترشيح. اللهم لك الحمد، والله وفرت عليا المشوار، وفرت عليا غرامة جنيه. كويس، معتقل سياسي، مسجون سياسي، ده مش مواطن، مالك دعوة بيه، ده راجل جرب. طيب الله يجربكم يا ابو حاتم، نخلينا احنا بعيد عن الغلب ده. يبقى من ضمن الثلاثة اللي ينتخب واحد فاسق